الصف الثاني متوسط، الوحدة الخامسة grammar قواعد، passive voice، past simple. الزمن المبني للمجهول مع الزمن الماضي البسيط. مثلا عندنا ماركوني سنت أرسل راديو ويف. نعم، من أريد أحولها، يعني ماركوني أرسل موجة راديوية، من أحولها للمبني المجهول أذكر الراديو ويف بالبداية، راديو ويف راديو ويف وسنت أرسلت. عمران نخلي هنا باي والفعل. زين، شلون تكون القاعدة اللي أغير بيها صيغة المبني المجهول، يعني الجملة حولها صيغة مبني مجهول؟ تكون مفعول به بدل الفاعل، بعدين أخلي was where إذا مفرد، إذا المفعول به كان مفرد فأخلي was، وإذا المفعول به كان جمع فأخلي where، معناتها كانوا. بعدين التصريف الثالث للفعل من الجملة الأصلية، مثل ما عدنا هنا ماركوني أرسل سنت راديو ويف. نال المفعول به عدنا راديو ويف، فأجيبه خليه بالبداية راديو ويف، بعدين was where راديو ويف عدنا مفرد فأخذي was، بعدين سنت أرسلت. طبعا سنت هو التصريف الثالث نفس الفعل الماضي، يعني سنت سنت نفسه بالفعل الماضي ونفسه بالتصريف الثالث. ملحوظة، الزمن يؤخذ من الجملة الأصلية سواء ماضي أو مضارع. مثلا بيرد سنت أرسل، the first sound أول صوت and moving image وصور متحركة. أرسل أول صوت و أول صور متحركة وصوت، يا هو بيرد. هنا يجي لنا يقول أريدها بالباسيف فويس بصيغة الماضي، بصيغة المبني المجهول. فعندنا مفعول به بيرد هو الفاعل، سنت هو الفعل، فالمفعول به هي باقية تكملة الجملة. فأقول the first sound أول صوت and moving picture هو اللي أرسلهم، فأجيب المفعول به أخليه بالبداية، أقول the first sound a moving picture image، يعني هاي هي المفعول به، باعتبار عندنا image هي جمع فأخلي where، the first sound a moving image where كانوا sent. التصريف الثالث للفعل هو sent، sent ماضي نفس التصريف التصريف الثالث للفعل sent. by أخلي by قبل الفاعل، بواسطة by بمعنى بواسطة، sent أرسلت هو التصريف الثالث، بعدين by بواسطة والفاعل bird. strangers غرباء، stole سرقوا my car سيارتي، حولها ل passive voice. فش أقوله؟ أقول my car هي المفعول به، باعتبار my car مفرد فأقول was كانت stolen، stole هي سرقة بالماضي والتصريف الثالث مالتها هي stolen، was stolen by strangers بواسطة غرباء.